تسلم اليوم الهيئة 50,000 مئذرة تم خياطتها من طرف نزلاء المؤسسات العقابية. العدد هو عدد معتبر نفتخر به، لأنها تسمح لهؤلاء من الحصول على مبلغ مالي يساعدهم في إدارة شؤونهم داخل السجون، وكذلك يمكن حتى أن يساهموا فيه لمساعدة عائلتهم المعوزة. عمل الهلال الأحمر الجزائري هو عمل متكامل. احنا نهدف من خلال عملياتنا التضامنية أن تكون هناك تنمية مستدامة واقتصاد تضامني حقيقي، لأن اليوم بمساعدة احنا العائلات المعوزة، الأيتام، الفقراء، نسمح كذلك لفئة معينة من خلال شراكتنا مع الإدارة العامة للسجون، ومن خلال كذلك ورشات الهلال ورشات الهلال الأحمر الجزائري التي توظف الأرامل والمطلقات، نسمح بأن الجميع يكون مستفيدين من هذا العمل التضامني المشترك بين الجميع. 50,000 مئذرة سيتم توزيعه، وهناك أيضا ربما ما أعلنتش عليها قبل، هناك جزء من المحافظ المدرسية وكذلك المآزر سيتم تقديمها لعائلات نزلاء المؤسسات العقابية اللي راهم محتاجين كذلك، في إطار الشراكة الدائمة اللي كانت لنا مع إدارة السجون، حيث أننا على المستوى الوطني نقوم بمرافقة بعض العائلات من نزلاء المؤسسات العقابية، نقوم بمرافقة كذلك حتى النزلاء من خلال تقديم بعض المساعدات لهم، وكذلك المساهمة في إعادة إدماجهم من خلال التكوينات التي نقوم بها في الإسعافات الأولية. كما قلت سابقا، هي شراكة نعتز بها كثيرا، لأنها فتحت لنا الباب لكي نقوم بنشاطنا على أوسع نطاق وعلى مستوى جميع ولايات الوطن، وهذا أمر يعد إضافة بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري. بالنسبة لنشاطاتنا ككل، بالنسبة للدخول الاجتماعي، إضافة إلى 125,000 محفظة، 80,000 مئزر، 50,000 قاموا بخياطتهم واليوم حنستلمهم، وهناك كذلك كوطة إضافية سيتم خياطتها من طرف إدارة السجون. هذا أمر كذلك نعتز به، لأنه العدد كان راه مرشح للزيادة. هناك كذلك نشاطات أخرى تضامنية يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري في إطار أيضا الدخول الاجتماعي، منها توزيع الملابس ومرافقة بعض العائلات الأكثر احتياجا من خلال توفير مختلف الاحتياجات التي هم بحاجة لها.